السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخونة التلاجة من الجناب ومن الظهر، خصوصا في فصل الصيف اللي هي سخنة جدا، وده نابع من الماتور. التلاجة الطبيعي بتاعها ان هي الماتور بيطلع منه الفريون سخن، مرورا بين الشبكة بيكون في بعض الشبكات مدفونة في الجناب وفي الظهر، وفي بعض التلاجات تانية بيكون الشبكة ظاهرة. طبعا الماتور بيخرج الفريون سخن جدا، فبيمر بالشبكة علشان يبرد قبل ما يدخل الفريزر، لازم يكون بارد. فالسخونة دي امر طبيعي، لكن السخونة اللي هي بتكون زيادة عن اللزوم دي بيكون سببها الجو الحار طبعا، وعدم التهوية. لازم التلاجة تكون تهوية، لو السخونة طبيعية مفيش مشكلة، اما لو السخونة زيادة عن اللزوم لازم التلاجة تكون محتاجة تهوية، لأن ده هيأثر على عمر الموتور، هيسخن جدا. كل ما كانت الجناب سخنة ده بيكون الموتور كمان بتاع التلاجة سخن جدا. فغلط طبعا على الملفات، نتأكد إن التلاجة بتفصل كل فترة مش أكتر من ساعة أو ساعة ونص، وكمان نتأكد إن المكان فيه تهوية. لو في مطبخ نشغل شفاط، ما نشغلش فرن البوتاجاز أثناء تشغيلها، أو نحط مروحة عليها لفترة لو الجو حار جدا ومشغلين فرن أو أي حاجة على الماتور، علشان السخونية كتير بتأثر فيه. أما السخونة الطبيعية أو المعتدلة بيكون في الجناب وفي في الظهر، بيكون دوت امر طبيعي جدا. بس لازم يكون يعني، لو علشان نتاكد ان هو غلط ولا لا، او السخونه دي طبيعيه ولا لا، بنلاقي الجزء اللي فوق بيكون من الشبكه، لو في شبكه في الظهر الجزء اللي فوق بيكون سخن جدا، لكن بينزل على ان اخر الشبكه ما فيهاش سخونه، السخونه خلاص بتروح. اما لو سخنه من الاول للاخر، او الجناب كلها بالكامل سخنه، او الظهر كله سخن، يبقى كده في سخونه زياده ومحتاجين تهويه، او التلاجه ما بتفصلش. لازم نتاكد من كل الحاجات دي.